المشهد الليلة غير مسبوق وقد ينذر بتصعيد خطير بين روسيا وأمريكا، تصعيد ساحته لن تكون فقط شرق أوروبا بل هذه المرة في إفريقيا. الخشية هي فقط من سوء تقدير يشعل شرارة يخشاها الجميع. الخشية هذه بلغت مستويات غير مسبوقة قبل أيام في النيجر. قررت الحكومة هناك قرارا مفاجئا بجمع الجنود الروس والأمريكان في قاعدة جوية واحدة. الأمر أكده البنتاغون فعلا بعد أن كشفته رويترز، حيث تمركز جنود روس في القاعدة الجوية 101 قرب المطار الدولي في العاصمة نيامي، وهي القاعدة ذاتها التي تنتشر فيها أيضا قوات أمريكية. رغم أن ما جرى غير مسبوق، عدوان تحت سقف واحد، إلا أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قلل من أهمية ما حدث، متذرعا بالقول إن الروس في مبنى منفصل ولا يمكنهم الوصول إلى القوات أو المعدات الأمريكية. في النيجر سئلت عن وجود الروس في نفس المساحة التي نتواجد فيها، وهي القاعدة الجوية 101، وهي قاعدة نيجيرية تقع في موقع مشترك مع مطار دولي في العاصمة نيامي. يتواجد الروس في مجمع منفصل ولا يمكنهم الوصول إلى القوات الأمريكية أو الوصول إلى معداتنا. من جهتها لم تقف موسكو أو تؤكد، واكتفت بالقول إنها تعمل على تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات بما في ذلك العسكري بالطبع. قبل أشهر لم تكن تتخيل أمريكا أن النيجر ستتخلى عنها، خاصة وأن الجيش هناك كان يتلقى دعما أمريكيا سخيا. لكن انقلاب يوليو العام الماضي غير قواعد اللعبة. ما إن سيطر الجيش أو المجلس العسكري على الحكم في النيجر حتى قرر طرد القوات الأمريكية من البلاد، ولم يكتفي بذلك بل فتح باب النيجر أمام موسكو. الولايات المتحدة وحلفاؤها اضطروا لسحب قواتهم من دول إفريقية عدة في أعقاب انقلابات أوصلت إلى السلطة مجموعات لا تريد التعامل مع الحكومات الغربية. وفي كل فرصة سانحة تجد واشنطن موسكو بالمرصاد، تسعى بكل ما أوتيت إلى تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية وتوسيع نفوذها لتسحب البساطة من تحت أرجل الأمريكيين. من باريس ينضم إلينا الدكتور نضال شقير، أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية في باريس. من موسكو ينضم إلينا الباحث السياسي والاستراتيجي أندري مورتازن. مرحبا بكما ضيفي الكريمان. سأبدأ معك سيد أندري، يعني بالأمس أوكرانيا، اليوم النيجر، ما الذي تسعى إليه إدارة بوتين؟ لماذا دخلت القوات الروسية من حيث المبدأ إلى هذه القاعدة بالتحديد؟ يعني البعض يقول قلت مباني في النيجر. مساء الخير. أول شيء، القوات الروسية دخلت إلى النيجر بدعوة من الحكومة الشرعية، بدعوة من السيد عبد الرحمن تشاني. هذا شيء طبيعي، ولكن عدد الخبراء الروس هناك لا يزداد من 100 شخص. هذا أقل بعشر مرات من الأمريكية، من القوات الأمريكية. القوات الأمريكية تجاوزوا 1000 شخص. تم تحويلهم إلى مكان آخر، إلى قاعدة عقادس على مسافة 900 كيلومتر من نيامي. وأعتقد لن يحدث شيء جديا، وأنا لا أتوقع استدامة مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة. يعني الحكومة الحالية في النيجر لا تريد وجود القوات الأمريكية، ودعت للخروج، ولكن الأمريكان لا يريدون الخروج. أما الاستدامة لا يدرون، يعني الاستدامة 60 شخص أو 100 شخص. لما لا؟ عندنا أمثلة في المنطقة، يعني ثمة قاعدة أمريكية وثمة تواجد روسي بعيد عنها يعني بعض الشيء، وثمة تماس خطير في سوريا مثلا. لما لا يحدث نفس الأمر في النيجر؟ هناك فارق جدي. أول شيء، هذه القاعدة ليست الأمريكية، هذه القاعدة تابعة للمطار نيامي، هي القاعدة النيجيرية، ولكن الحكومة السابقة. طيب دكتور نضال، أما الحكومة الجديدة تريد طرد الأمريكان وخلاص. أما في سوريا كان كلام آخر، روسيا كانت تدافع على نظام بشار الأسد. طيب.
سأعود إليك سيد أندري. دكتور نضال، هل توافق أنه هذا التماس لن يكون خطيرا ولن يتحول لجبهة حرب جديدة؟ مرحبا بك وردافك الكريم. أكيد يعني هذه خطوة، هي خطوة استفزازية فقط لا غير، يعني أكيد لن يكون لها تداعيات خطيرة لسبب بسيط، أنه لا الولايات المتحدة تريد اصطدام مباشر مع روسيا ولا روسيا تريد اصطدام مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي يعني هناك اتفاق على عدم الاصطدام المباشر، ولكن هي يعني كما ذكرت لك خطوة استفزازية رمزية، عملية ضغط كبير يعني على القوات الأمريكية من أجل يعني هي رسالة واضحة من أجل يعني عملية الخروج سريعة من النيجر، خاصة وأن هذه العملية تأخذ بعض الوقت. المشكلة أنه حاليا أعتقد أنه هناك كان هناك حسابات خاطئة من الولايات المتحدة فيما يخص النيجر بالتحديد وفي أفريقيا بشكل خاص، لأنه كما تعلمين يعني التمدد الروسي بأفريقيا وخاصة يعني نتحدث نحن بالقرن الأفريقي هو يأتي على حساب النفوذ الفرنسي أكثر من هو على النفوذ الأمريكي. الأمريكي كان يعني متفرجا في معظم يعني معظم الحالات، خاصة يعني في النيجر، يعني كما تذكرين في النيجر هو كان يعني هو لم يعطي الضوء الأخضر لتدخل فرنسي عندما كانت يعني تريد التدخل من أجل حماية الرئيس محمد بازوم، فهي ظنت أن الأمور سائرة كما تريد، لكنها الآن هي أعتقد أنه تشرب من نفس الكأس التي شربت منه فرنسا. لكن الأكيد والمؤكد أنه هذا أعتقد أنه هو يعني حركة رمزية، لكنها أبدا لن تؤدي إلى صدام مباشر بين الطرفين. نعم سيد أندري، بخروج القوات الأمريكية البعض يحذر من عودة نشاط داعش والجماعات جماعات النصرة الإسلامية، هل ستواجههم روسيا؟ هل روسيا بحاجة اليوم إلى جبهة مثل هذه؟ هل يخاف أو يخشى من تكرار سيناريو أفغانستان هنا؟ أعتقد لا، لأن قدرة القتال للهجمات الإرهابية في النيجر تختلف كثيرا عن ما جرى في سوريا، عن تشكيلات داعش وفي العراق، هذا شيء آخر. طبعا القوات الروسية قليلة، هناك الخبراء الذين يدربون القوات النيجر، قوات النيجر لأساليب مكافحة الإرهاب. الروس ينفذون نفس المهمة التي كانت تنفذها القوات الفرنسية، وطبعا يدربون بنفس الطريقة. هناك العامل الإيديولوجي، يعني محمد بازوم كان يعتمد على دول غربية، على فرنسا، على الولايات المتحدة، أما الحكومة الجديدة لا تعتمد عليه وفضلون التعاون مع بوتين. أما المدربون الروس هم وصلوا، هم حل محل شركة واغنر، هم ينفذون نفس الوظائف. طيب، وطبعا تقدروا الكلام عن عمال القتال واسع النطاق. دكتور نضال، ألم تكن القوات الأمريكية شريكة للجيش النيجري في محاربة هذه الجماعات المتشددة الإسلامية؟ ما الذي استجد يعني حتى يطلب الجيش النيجري أو المجلس العسكري خروج هذه القوات؟ يعني هو كما تعلمين كان هناك للأسف يعني الجهود الغربية لمكافحة الإرهاب لم تحقق الأهداف يعني لكن واقعيين، خاصة كان هناك بين الزوجين فشل فرنسي في عملية محاربة الإرهاب، لأنه أصلاً الدور الأمريكي في هذه المنطقة وفي النيجر بالتحديد تعرفين هو أكثر يعني يعتمد على الاستطلاع والأمور الاستخباراتية أكثر من التدخل المباشر، وهو ليس فقط للنيجر، هو أيضاً يعني لكامل المنطقة. فكان هناك يعني فشل السياسات الغربية، يعني هذه الوجود الغربي هناك كان هناك خطط كثيرة لكنها لم تنجح. لكن يعني عملية الخروج هي ليست مرتبطة بشكل أو بآخر باعتقادي هي بعملية يعني بعملية مكافحة الإرهاب، هي مرتبطة بأمور سياسية أخرى مختلفة. نحن نتحدث يعني الآن حاليا هناك مد روسي كبير، هناك تغير بالمزاج في إفريقيا. المشكلة الحقيقية التي باعتقادي هي التي تدفع يعني الدول الإفريقية من أجل الاقتراب أكثر من روسيا والابتعاد أكثر عن الدول الغربية هي طريقة المعاملة. أعتقد أنه هذه هي الطريقة، يعني الطريقة المعاملة التي لم تكن يعني كما تريدها الدول الإفريقية وخاصة النيجر، يعني هي
التي أعتقد نتبع هذه الدول باتجاه روسيا. على كل الأحوال يعني أكان روسيا أو الولايات المتحدة أو فرنسا، أعتقد أن الجميع لديهم مصالح في هذه البلاد، لكن هي الطريقة التي هي مختلفة. لكن أكيد يعني الخروج الغربي من 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 النيجر هو سيكون له تداعيات كبيرة على مكافحة الإرهاب، لأنه على الرغم من فشل يعني تلك السياسات، لكن هناك دور محوري أكان على الأرض أو يعني من خلال عمل الاستخبارات التي تقوم به القوات الأمريكية. سيد أندري، هل انتشار قوات موسكو في النيجر سيؤذن بدخول قوات إيرانية؟ لأنه في تقارير في واشنطن تحدثت عن رغبة إيرانية باستخراج اليورانيوم من النيجر. هل روسيا تضع في عين الاعتبار هذا الأمر؟ وهل تخشى موسكو من الملف النووي الإيراني بشكل أو بآخر؟ ليس لدي معلومات عن مشاركة القوات الإيرانية أو التشكيلات الإيرانية في نيجر، ولكن احتمالات موجودة. في حال من الأحوال قوات الروسية، تشكيلات الروسية على عدد قليل من القوات، يتصرفون حسب توصيات، وهم مدعوين يعملون بدعوة من الحكومة الحالية، ولم كان عدد العسكريين أو الخبراء 60 أو 100 شخص، هذا لا شيء بالمقارنة مع سوريا. في سوريا كان 1000 أو 2000 من شباب من واغنر وعلى تشكيلات الجيش الروسي النظامي. هنا مقاييس مختلفة. طبعا إذا دعا الجانب النيجيري لتوسع روسي ووجود وإرسال القوات الروسية، يمكن أن أدور الكلام عن شيء آخر، ولكن حتى الآن أنا لا أرى أي الخطر للأمريكان وللفرنسيين. طبعا الفرنسيين قد غادروا نيجر، الأمريكيون ربما سيغادرون بعد قليل، ولكن الآن أنا لا أرى أي نزاع كبير. واضح. ابقيا معي ضيفي الكريمان لو سمحتما. مشاهدين التساؤل الآن، كيف سيضعف انسحاب القوات الأمريكية من النيجر قدراتها في المنطقة، وكيف ستكون خارطة انتشار نفوذ روسيا التي تسعى إلى تعزيزه في النيجر وكذلك في بقية الدول الإفريقية؟ خطوة النيجر باتخاذ قرار إلغاء اتفاقية التعاون العسكري مع أمريكا تعد ورقة رابحة لعدة أطراف على المستويين الإقليمي والدولي، بعدما حفز وضع واشنطن المتأزم موسكو لمد نفوذها جيوسياسيا في المنطقة بأكملها. تقرير نشرته صحيفة وصفت طردهم من النيجر بالانتكاسة الكبيرة للجيش الأمريكي في مواجهة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي. بحسب الصحيفة فإن ذلك سيعرض عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية لخطر احتواء تنظيم داعش وبوكو حرام وغيرهم من المتمردين. في الوقت ذاته سيعمل على زيادة النفوذ الروسي والصيني في إفريقيا وتفتيت العلاقات الغربية معها، بحسب الصحيفة التي أشارت أنه بالإضافة إلى النيجر تمتلك روسيا علاقات واتفاقيات أمنية وثيقة مع مالي وبوركينا فاسو بعدما طردت منها القوات الفرنسية مؤخرا، وكذلك مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى. وهذا ينبئ بمواجهة جديدة محتملة لموسكو مع واشنطن والغرب، مسرحها القارة الإفريقية. دكتور نضال، تحدثت قبل قليل عن حسابات خاطئة أمريكية في إفريقيا، لكن بخصوص ما يجري في النيجر صرح مسؤول أمريكي بأنه الوضع ليس جيدا لكن يمكن إدارته على المدى القصير. يعني عدنا إلى مفهوم إدارة الأزمات، هذا ما تفعله الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفي الكثير من الملفات. هل تخلت أمريكا عن مبدأ الحسم في سياساتها؟ أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة مع إدارة الرئيس بايدن، لأنه في عدد كثير من المشاكل نراها أنها ليست حاسمة، حتى يعني في بعض الأحيان يعني هي تكون حيادية حتى يعني تطالها تلك المشاكل. وهذا أعتقد يعني ما حصل في النيجر، لأنه كما تذكرين في النيجر يعني هي لو أعطت الضوء الأخضر للقوات الفرنسية لتدخل مثلا بحماية الرئيس محمد بازوم لما كنا وصلنا إلى هذا الأمر. بعد يعني يمكن اليوم لم نكن نتحدث ولم الأمور كلها كانت مختلفة، لكن هي ترددت كثيرا. كان لديها حسابات
يمكن أن يكون كان لديها حسابات أنه هي ممكن أن تعبي الفراغ الخروج، لكنها لم تتوقع الذهاب، يعني ذهاب النيجر مباشرة نحو روسيا، على الرغم من أنه كان هناك دلالات كبيرة على هذا التوجه، يعني التوجه الإفريقي باتجاه روسيا. يعني علينا فقط أن ننظر إلى الدول الإفريقية التي صوتت، يعني لم تصوت ضد روسيا في مجلس الأمن عندما تم الحديث عن الحرب الأوكرانية، هذا كان مؤشر كبير على نفوذ روسيا في تلك المنطقة. فبالتالي أعتقد أنه على الأمريكيين أن يتعاملوا أكثر، يعني أعتقد أن نقطة الضعف الرئيسية أن نحن نتحدث الآن عن نفوذ أمريكي ونفوذ فرنسي، ولم نعد نتحدث عن نفوذ غربي. أعتقد أنه هذا ما أضعف الأمور، وهذا ما أدى إلى يعني هذا الأمر وهذه الحساسية أعتقد بين الاثنين. وكان يعني هي كانت معروفة، يعني حتى هون في فرنسا تم الحديث يعني عن قضية يعني أنه عدم دعم أمريكا، يعني حتى أنه يعني كان هناك إشارات أنه حتى يعني أمريكا يعني هي لا تساعد الفرنسيين، على العكس هذا يعني كمان حصل في النيجر. فبالتالي يجب أن يكون حاسم، ويجب أن يكون هناك تعاون أعتقد خاصة بين فرنسا وأفريقيا في هذه المنطقة الاستراتيجية والحساسة، يعني بالنسبة للأمن الأوروبي وأيضا بالنسبة للمصالح يعني الغربية في تلك المنطقة. سيد أندري، كما تحدث دكتور نضال ثمة انشقاق في الجبهة الغربية، هذا بالتأكيد سيصب في مصلحة موسكو، لكن بشكل عام هل يعتبر الرهان على حكومات انقلابية في أفريقيا رهان آمن، أم أن المصالح الروسية بخطر وهي رهينة لهذه الانقلابات التي قد لا تنتهي؟ لا أظن أن روسيا هي رهينة لهذه الانقلابات. روسيا قد دعمت حركات التحرير في أفريقيا وفي الستينات، وعدوا إلى غانكم دعم روسيا لغانا للزعيم كوام نكرومة، عدوا إلى غانكم الصداقة الروسية المصرية مع جمال عبد الناصر. روسيا كانت لجانب الشعوب الأفريقية التي كانت تناضل ضد الاستعمار والإمبريالية. الآن التاريخ يتكرر، بالفعل أفريقيا تعبانة من الديمقراطية الفرنسية، من الديمقراطية الأمريكية، من المعايير الديمقراطية التي تفرض عليها من قبل هذه الدول. روسيا لا تفرض عليهم الديمقراطية، لكن روسيا يعني ليست جمعية خيرية. أنا أريد منك جوابا صريحا وليس دبلوماسيا سيد أندري. الفيتو الروسي حاضر دائما لإنقاذ قادة أفارقة من شعوب تتهمهم بأنهم يمارسون جرائم ضد الإنسانية بحق شعوبهم. الفضاء الأفريقي أيضا ربما سينقذ موسكو من عزلة دولية، هل هذه هي الصفقة بصراحة؟ لا أظن أن موسكو تحتاج إلى الإنقاذ من العزلة. العزلة يمكن القول أن روسيا في العزلة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هذا لا أكثر من 40 دولة، أما 150 دولة فهي تراقب، والجزء منها إلى جانب روسيا أو تدخل الموقف المحايد. بقي معي دقيقة سيد أندري، عذرا لكن أريد كلمة أخيرة من دكتور نضال. نووي روسي في بيلاروس، كنا نتحدث من يومين وجايب كالينينغراد، عقبه نوايا للناتو بنشر أيضا نووي في بولندا، ثم إعلان عن احتمال تدخل قوات فرنسية في أوكرانيا إلى آخره. كيف ستنتهي هذه المناوشات؟ هل ستندلع حرب من إفريقيا؟ أعتقد أنه من أفريقيا الأمور صعبة جدا، لأنه أصلا أفريقيا لا تحتمل، يعني لا يمكن أن يكون حرب، لكن هذا الوضع المتأزم أعتقد ممكن يعني إما أن يشهد انفراجة أو يذهب بالمزيد من التصعيد. أعتقد أنه علينا أن يعني ننتظر إلى نهاية هذا العام، ننتظر الانتخابات الأمريكية لنرى يعني نتيجة هذه الانتخابات الأمريكية، يعني من سيأتي إلى البيت الأبيض، هل سيبقى الرئيس بايدن أم سيأتي الرئيس ترامب. أعتقد على يعني في من سيأتي هو سيحدد الكثير، وسيأتي لأنه لا حل لهذه المشاكل وهذه الحساسيات بين روسيا والولايات المتحدة وخاصة في أوكرانيا، لأن الحرب هناك هي حرب روسية أمريكية وليست حرب بين روسيا وأوكرانيا. يعني بيجب أن ننتظر الانتخابات من أجل أن نرى كيف ستذهب الأمور. شكرا دكتور نضال شقير، أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية في باريس. ومن موسكو كان معنا السياسي والباحث الاستراتيجي أندري مورتازن، شكرا جزيلا.